أهلا بكل متابعينا. في الفيديو ده هنتكلم عن الحالة الفلكية خلال الأسبوع اللي بيبدأ بيوم السبت 12 أغسطس وبينتهي بيوم الجمعة 18 أغسطس، وهنشوف تأثير الحالة الفلكية خلال الأسبوع ده هيكون إيه على مواليد برج الجدي. مواليد الجدي الأسبوع ده عندكم 5 أيام الحظ بيحالفكم خلالهم، والـ5 أيام دول هيكونوا يوم الاثنين والثلاث والأربع ويوم الخميس والجمعة. يعني ابتداء من يوم الاثنين لغاية يوم الجمعة عندكم إن شاء الله 5 أيام ورا بعض كده هايلين. يوم الاثنين والثلاث والاربع دول 3 أيام القمر فيهم في منزل المدخرات، وده بيديكم 3 أيام مناسبين جدا لتخليص اي امور في البنوك او لعرض اي حاجة للبيع، او لو عايزين تعرضوا حاجة للبيع هتكونوا موفقين. لو عايزين تاخدوا قرار في شراء حاجة مهمة برضو 3 أيام عندكم فيهم حسن تصرف، في تعرفوا تعملوا حساباتكم صح، تركيزكم هايل. أشوف أنه الاثنين والتلات والأربع أي حاجة ليها علاقة بالفلوس وبتنمية المدخرات أو الأملاك هتكون قرارات سليمة وإدارة ذكية للنواحي المالية. عموما في الـ3 أيام دول يوم الاثنين والتلات والاربع عندكم افكار ملهمة تساعدكم انكم تزودوا مدخراتكم او املاككم، او تزودوا كمان دخلكم في الـ3 أيام دول. نفس الشيء بالنسبة للحاجات اللي في البنوك، تقدروا انكم يبقى افكاركم او قراراتكم سليمة في تنمية المدخرات في البنك. وكمان لو عايزين تطالبوا بكارد اشوف انهم 3 أيام مناسبين للمطالبة بكارد او لتخليص حاجات في القروض تكون أسهل في تخليصها، يعني أوراق القروض تكون أسهل في تخليصها في الـ3 أيام دول. في الشغل كمان مش بس في الفلوس، عندكم الـ3 أيام دول هايلين في التخطيط لمستقبلكم، عندكم رؤية أوضح للمستقبل وتقدروا أنكم تخططوا بطريقة سليمة لمستقبلكم. وكمان الظروف ممكن تساعدكم في الـ3 أيام دول أنكم تكتشفوا معلومات كانت خافية عنكم. أما يوم الخميس والجمعة فدول أحلى وأحلى كمان من 3 أيام اللي قبلهم. يعني الخميس والجمعة آخر يومين في الأسبوع يعتبروا من أفضل الأيام بالنسبة لكم خلال الشهر ده. أشوف إنهم يعني يومين لازم تحاولوا تنتهزوهم، لأن الحظ بيحالفكم على كل الأصعدة. تقدروا في اليومين دول الخميس والجمعة إنكم تلتقطوا الفرص وتحققوا مكاسب مالية هايلة إن شاء الله. كمان في السفر لو عايزين تعملوا رحلة أو سفر سواء فسحة أو شغل هتكونوا موفقين جدا في السفر أو في التخطيط للسفر. كمان لو عايزين تسعوا لعمل في الخارج أشوف إنه الخميس والجمعة مناسبين لعمل انترفيوز مع الخارج، فتعرفوا انكم تبرزوا مواهبكم وتعرفوا تتفاوضوا حلو جدا. ومش بس الانترفيوز مع الخارج اللي هتكونوا موفقين فيها، لكن كمان لو اي انترفيو في الداخل كمان برضو هتكونوا موفقين فيه، خصوصا مع وجود عطارد في منزل الحظ بالنسبة لكم بيديكم قدرة هايلة على التفاوض وقدرة هايلة انكم تعرفوا تبرزوا مواهبكم. فأي مواعيد بقى مهمة في الشغل يفضل انكم تعملوها في يوم الخميس والجمعة، تقدروا انكم توصلوا لأهدافكم بسهولة وتكونوا مؤثرين جدا. كمان في المعرفة استعدادكم للمعرفة كبير، اولا تركيزكم اكبر في يوم الخميس والجمعة، والتركيز ده بيساعدكم انكم تحصلوا معلومات اكتر.
فلو كنتوا في مراحل دراسية هتقدروا انكم تحصلوا معلومات كتير في اليومين دول. في استعدادكم كمان للمعرفة كبير في اليومين دول، وده يساعدكم انكم تعملوا تطور في إمكانياتكم، تعملوا تطور في مواهبكم، وتعملوا تطور في مجالكم المهني. ده بالنسبة للخمس أيام الحلوين اللي قلنا عليهم، 2 3 4 5 جمعة. بما ان الاسبوع 7 ايام ففي 5 حلوين، يبقى فاضل 2 يومين. هما مش وحشين، بس محتاجين تاخدوا بالكم من شوية حاجات هنقولها. يوم السبت والحد الاسبوع بيبدأ والقمر موجود في مواجهة برجكم، ووجود القمر في مواجهة برجكم ده بيخليكوا مشتتين. يعني أنا دايما بشبه وجود القمر في المواجهة بأنه في كشاف نور جاي في وشك أو في وشنا وقت ما القمر يكون في مواجهتنا، فده يخلينا مش شايفين طريقنا. فالقمر لما يكون في المواجهة يخليكم في اليومين دول السبت والحد، يخليكم مش شايفين طريقكم، مترددين، محتارين تعملوا ايه، تمشوا ازاي. هما 2 يومين مش مناسبين ابدا لاي مغامرات. لازم تكونوا حذرين جدا. 2 يومين مش مناسبين لتوقيع اي اوراق او عقود. لازم تكونوا يقظين انكم تحموا حقوقكم، دي اهم حاجة، لانكم عرضة في 2 يومين دول لنصب او احتيال. فلازم تاخدوا بالكم انكم تحموا حقوقكم في يوم السبت والحد. تاخدوا بالكم جدا انكم يفضل ما توقعوش اوراق او عقود في يوم السبت والحد. كمان في الناحية القانونية مهم تكونوا ملتزمين، لان اي مخالفات في القانون او في المرور هيكون سهل اكتشافها في 2 يومين دول. واذا كنتوا متجوزين كمان ممكن تكونوا عرضة لمشاكل زوجية، فلازم تاخدوا بالكم وتكونوا متسامحين شوية ومرنين، وتتجنبوا الصدام مع شركاء الحياة. في الصحة كمان مهم انكم تقووا مناعتكم وتحموا نفسكم من اي عدوى، لان المناعة بتكون اضعف لما يكون القمر في المواجهة. كمان في الحركة وفي السواقة مهم تتحركوا بالراحة وتسوقوا بالراحة حفاظا على سلامتكم. دي كل النصايح اللي لازم تحاولوا تلتزموا بيها في يوم السبت والحد اللي هما اول 2 يومين في الاسبوع. يعني اشوف انه يعتبر اسبوع حلو، عندكم كواكب كتير بتدعمكم في منزل الحظ، استغلوها. بس خدوا بالكم في اول 2 يومين من الحاجات اللي قلناها، وهتلاقوا الاسبوع كله حلو وكل اسبوع وانتوا طيبين.